هننتقل مع حضراتكم الآن مع هذا اللقاء اللي أجرته الزميلة ليندا عبد اللطيف مع كيسي فلين المستشار الاستراتيجي لتغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. لسه بنتابع مشاهدينا معاكم فعاليات منتدى شباب العالم، وبينضم لينا دلوقتي الأستاذة كاسي فلين المستشار الاستراتيجي لتغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللي كانت إحدى المتحدثات في الجلسة اللي حضرها السيد الرئيس تحت عنوان الطريق من غلاسكو لشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. We're very delighted to have you with us. يسعدنا كلاركس أن تكوني معنا. Pleasure to be here. Let's start off first with the main highlights on the panel that you participated نود أن نعلم من حضرتك ما هي النقاط الهامة التي تم بحثها في الجلسة التي شهدتها مع السيدة الرئيسة. بالطبع بحثنا التحضيرات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لكوفيد لكوب 27 الذي سيعقد في نهاية هذا العام بشأن تغيرات المناخ. And how are you going to do that? بالطبع بالطبع لقد قمنا ببعض الخطوات البناء للغاية خلال العامين الماضيين نحو هذا الهدف، حيث قمنا بترتيبات وبتدابير لحماية المحيطات وحماية الغابات في جميع أنحاء العالم. وبالطبع هذه التدابير لم نكن حتى نستطيع أن نفكر فيها من قبل، ولكن بقي أمامنا عدد من التحديات التي ينبغي علينا أن نواجهها. نعم، أيضا وما زال أمامنا تحدي يتمثل في كيفية تحويل الطاقة إلى طاقة متجددة ومستمرة. وكانت بعض التوصيات الهامة التي صدرت بهذا الشأن هي بالطبع أن مصر من بين التوصيات أن مصر لديها الكثير، هكذا يقول العالم، أن لديها الكثير الذي يمكن أن تقدمه في مجال حماية البيئة، يمكن الاستفادة من خبراتها في هذا الشأن. وكوب 27 سيعقد في العام المقبل هنا في شرم الشيخ في نهاية هذا العام الحالي 2022، وبالتالي يمكن الاستفادة من خبرات مصر من خلال عقد هذا المؤتمر هنا. بالطبع إن كل هذه التحديات تجعل من الضروري على جميع أنحاء العالم أن تقدم كل دولة من دول العالم أن تبذل قصارى جهدها وألا تدخر جهدا في هذا الصدد. I work with the United Nations Development Program, and we're doing this in a few ways. بالطبع علينا من ضمن الأمور التي اتفقنا عليها ضرورة أن تقدم جميع دول العالم يد العون إلى جمهورية مصر العربية لمساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. وعندما يتعلق الأمر بالمفاوضات، فإن هذه المفاوضات ينبغي أن تقدم يد المساندة إلى جميع دول وحكومات العالم في مجال حماية البيئة وحماية المناخ. ما هي الرسالة التي توجهينها إلى قادة العالم في هذا الشأن؟ لا أقول لهم جميعا، لقد حان الوقت، لقد آن أوان أن تبذل جميع دول العالم قصارى جهدها لحماية العالم وحماية المناخ وكل ما يتعلق بالبيئة والمناخ في جميع أنحاء العالم، فلم يعد هناك وقت نضيعه في هذا الشأن. إن كل لقد حان آن الأوان أن تضع كل التوصيات السابقة موضع التنفيذ. Thank you, Mom. شكرا لك سيدتي، شكرا جزيلا. Thank you so much. يعني مشاهدينا كانت معنا الأستاذة كاسي فلين المستشار الاستراتيجي لتغير المناخ بالمكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.